قال عمر لابن عباس: ما تقرأ في هذه السورة؟ قال: أقرأ فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الآية كأن بعض الناس قرأ فيها نوع من البشارة، جاء النصر والفتح والناس يدخلون في دين الله فوجا، فليس إلا شيئا يسر. لكن هو قرأ أمرا آخر، أنه جاء نصر الله، جاء الفتح، كأن الأمر انتهى، وانتهاية نهايته ما يمكن أن يحققه الرسول قد وقع. ثم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح الله سبحانه وتعالى، وبأن يذكر الله عقب ذلك، كما يفعل الإنسان حينما يتم الصلاة فيذكر الله بعد ذلك، ويتم الحج فيذكر الله على ذلك. فقرأ هذه السورة بهذا النوع من القراءة، ففهم فيها أنها كانت تحتوي على إنذار بنهاية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفر، التسبيح والاستغفار تكون في نهاية الأعمال. فهم هكذا، وكان هذا فهما صحيحا، ليس مرجعه إلى العقل فقط، بل إلى هذه النورانية التي كانت عند ابن عباس، وهو كان حدثا شابا صغيرا، ففهم ما لم يفهمه الغير. ومن هنا نستطيع أن نكتشف لماذا كان بعض المصلحين عبر التاريخ، في تاريخنا الإسلامي، لم تخلو فترة من الفترات من وجود مصلحين كانوا دائما ينذرون الناس ويبينون لهم أن هنالك خطر يتهدده. لماذا؟ لأن هذا الإسلام أعطانا معايير نعرف بها إلى أين تتجه الأمور. للإسلام عندنا نصوص كثيرة، مثلا أحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أشراط الساعة وعلامات الساعة، مهمة جدا هذه الأشراط، يجب للإنسان أن يدرسها جيدا. بعض الناس يقرؤونها من باب قراءة الفضائل فقط، لكن كل علامة هناك إلا وهي مرشدة لشيء يجب أن تتفاداه الأمة حتى لا تبلغ هذه النهاية. من علاماتها مثلا فشو الجهل، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فشو الجهل وعن رفع العلم وعن موت العلماء. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يرفع العلم ويموت العلماء وكذا وكذا وكذا، هذا مهم جدا أن يعرف الإنسان. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج وهو كثرة القتل. لاحظوا كل هذه الأشياء، هذه أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منذ مدة، وقال حينما تجي تحل هذه النتائج معروفة. إذا مات العلماء، مات الذين يقودون الحياة في إسلام. الإسلام ليس فقط أن يكون موجودا بأي صيغة، الإسلام له صيغة معينة هي الصيغة الشرعية. الإسلام ما أكثر من يدعى الإسلام، وكان بعضهم مهرجين، وكان بعضهم ناشرين للبدع وللخرافات وللضلالات، والبعض نشر طرقا أخرى من التخويف للناس وما إلى ذلك. لكن العلماء كانوا يعرفون كيف يتعاملون مع المجتمع، لا هم يفرطون ولا هم يفرطون. ليس الذي يسب المجتمع هو أتقى الناس، ليس الذي يوصل الناس نارا ويحرقهم بلسانه هو أتقى الناس، ولكن ليس الذي يسمح بكل شيء ويأذن بكل شيء هو أعلم الناس. فالعلماء كانوا دائما صمام أمان للأمة، لذلك في كل شيء يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن موت العلماء وغياب العلماء، ويتحدث عن رفع العلم، موت العلماء ينتهي إلى رفع العلم، ينتهي بعد ذلك بالنتيجة المقابلة إلى الهرج. أي الهرج هو كثرة القتل. ترون أن الأمة كيف يتجرأ الناس على القتل في بلادنا الإسلامية ما لا يتجرأه أي شعب من الشعوب، لأن نستطيع أن نجد شعب من الشعوب يقتل بعضه كما يقع الآن في العراق أو في، لا نستطيع أن نجد، لعلهم يقتلون. يقال إن كل الذين قتلوا في إيرلندا وكذا كذا لا يرقى العدد إلى ما يقتل تقريبا في يوم واحد في العراق، مع أن القضية الإيرلندية لها تاريخ طويل. لكن الناس ليسوا متورطين في القتل بأن يرى الإنسان 100 قتيل و120 قتيل وغدا يموت 100 أشخاص.
هذا يدل على بعد كبير. حتى لو كان هذا الذي ستقتله مخالفا لك، ألا تخشى الله أنك ستقتل صالحا، أنك تقتل مؤمنا، أنك تقتل وليا، أنك تقتل بريئا؟ كل هؤلاء سيكون لك العذر أمام الله لتجيب عن هذه الأسئلة، لماذا قتلت كل هؤلاء؟ إنهم مخالفون لك في قضية التشيع أو في السنة وما إلى ذلك. لكن حينما يقتل الإنسان بلا حساب يكون قد بلغ القمة في الجهل بهذا الإسلام، لأن دينا يسمح بهذا ليس دينا. على كل حال، إذن قلت بأن الإسلام أعطانا معايير هذه الآن أشراس. أنا في بعض المرات أقول يجب أن يقرأها المسلمون قراءة حضارية، قراءة جيدة. تقاصر الزمن، لماذا يتحدث الإسلام عن تقاصر الزمن؟ في أعقابي أو في ختام هذه الحياة يصير السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كل يوم، واليوم كالساعة. يتقاصر الزمن لماذا؟ لأن الزمن لا يتقاصر، هو دائما اليوم في 24 ساعة، والشهر 30 يوم وفي أو 28 أو 29، والسنة معروفة لا يتقارب، بمعنى أنه ينقص أيام، لكنه يتقارب لأن هذا الزمن زمن نفسي. لأن الناس يشغلون باللذات وتصير أيامهم كلها أيام لذات، فيمر بهم الوقت سريعا لأنهم لن يتعبوا في حياتهم. الذي كان يتعب في حياته كان يحرث اليوم كله، وفي نهاية اليوم يشعر بالتعب، لكن الإنسان يحرث بآلة تنوب عنه. كالإنسان الذي يريد أن يستقي الماء يأخذ الماء بجهد جهيد، فحينما يجمع مثلا 50 لترا يكون قد تعب وأحس بأنه قضى وقتا، والآن لم يعد الأمر يقتضي أكثر من أن يفتح صنبورا ليأتي الماء بلا إحساس. بمعنى أن خفة الكلفة وخفة المؤونة والاستراحة والراحة والفرح أن الزمن يفوت يمر على الإنسان بيسر، هذا شيء أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الناس سينغمسون في اللذات، في المهرجان تلو المهرجان، في الحفلة تلو الحفلة. لا يمكن أن يمضي علينا أسبوع ونحن لم نحتفل ولم نرقص ولم. كم كان في تاريخ الناس من مراقص، كم كان فيها من هذه المؤسسات، مؤسسات القمار، مؤسسات التي لم يكن الناس يعرفونها أبدا. حتى المفسدون كانوا قلة، المفسدون كانوا في بعض المرات يحتاجون إلى أن يتخفوا وإلى أن يخرجوا عن المدينة التي يقيمون بها، والمجتمع كان في بعض المرات لا يستطيع أن يكتشفهم أو يتورع حتى عن اكتشافهم في قضايا. لأن بعض المعربدين كانوا في خارج المدينة المنورة، كانوا يجتمعون في بعض البيوت، في بعض البيوت في خارج المدينة، وربما يقضون الليلة في سكر أو ما أشبه ذلك. وتفطن الناس وأحسوا بأن هنالك من يفعل ذلك، فتداولوا في الأمر، ماذا نفعل وأين يذهبون وكيف نكتشفهم. فقال بعضهم إنهم يركبون بعض، يستأجرون بعض الحمير، يستأجرون في المساء حميرا يذهبون بها إلى تلك الأماكن النائية ويسكرون. فاقترح أحدهم، قال إننا من الأحسن أن نأخذ تلك الحمير ونطلقها أو نركبها فتأخذنا إلى الأماكن التي تكون تعودت على أنها تحملهم إلى تلك الأماكن، ستوصلنا إلى تلك البيوت التي لا نعرفها. فقال أحدهم نفعل ذلك، وقال بعضهم لا، نفكر أن الناس سيقولون إن أهل المدينة يقبلون شهادة الحمير، فلذلك لا يجوز لنا أن نفعل هذا، لأن ولو أنه كان يؤدي بالنتيجة كان الفساد محجورا وكان. لكن الآن بحيث يعمم ويرسخ في حياة الناس وتذهب من أجله كل أشياء، وتأتي المغنية الواحدة لتطلب من الناس مليار فرنك من أجل أن تنشط حفلة مليار. من الذي يعطيها المليار إلا السفهاء وإلا هؤلاء الناس الذين أصبح الغناء بالنسبة إليهم؟ هؤلاء لا يعطونه في علاج، ولا يعطونه في محاربة الأمية، ولا يدفعونه في ولذلك المفسدون أصبحوا يتمطون الآن ويطلبون الأسعار الكبيرة جدا. إذا كنت تريد أن يغني لك إنسان أو أن يلهو لك إنسان فلا أنت، لأن يعرف أنك مأخوذ بالله، فلا بد أن تعطي الثمن الباهر لأنك أسير.
ويطلب منك لأن حفلتك وعرسك عرس ولدك يجب أن يكون متميزا، فيطلب الملايين وأنت تدفع له الملايين. لماذا؟ لأنك مسكون، أو هذا المجتمع مسكون باللهو، اللهو أصبح علامة حظوة وارتفاع في المجتمع. إذن لما تحدثنا عن تقاصر الزمن، كل هذه الأشياء كان علينا أن ما تحدثنا عن أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء، هذا ليس معناه أن احتقار للفقراء حتى لا يصلوا، لا، ولكن لا يجوز أن يكون الإنسان من الحفاء من العري إلى البناء المتطاول، لأنه يكون قد ترك مرحلة كبيرة وهي مرحلة العلم، مرحلة التهيؤ، أن يتعلم كيف يلبس حذاءه، يتعلم كيف يستر عورته، يتعلم كيف يتأخلق بالأخلاق، ثم بعد ذلك إذا ركب شيئا أو سكن بناء عاليا يكون قد سكنه وقد هو في نفسه قد ارتفع. أما إذا كان عاريا ودخل العمارة وأصبح يسكن في الطابق 17 ويستطيع أن يتصرف في الأموال الكبيرة، فهو يعيش في تناقض، العمارة العالية الشامخة الراقية والإنسان المتخلف الهابط الوضيع الذي لا يصلح. إذن فيبقى هناك اهتزاز. إن الناس إذا وصلوا إلى أن يبنوا العمارات وأن يبنوها ويسكنوها، ولكن بعد أن يرتقوا علميا ومعرفيا، إذا كان الإنسان يسكن عمارة وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وهي عمارة كلها أو أجزاءها كلها إلكترونية وهو لا يعرف، يصير مهزلة. ترون كيف تقعوا هذه المهازل في مجتمع العرب الذين في بعض المرات أثروا إذن فكما قلت إن هذا الأمر مهم جدا، قراءة أشراط الساعة مهم جدا في تبين هذه الآفات، هذه آفات أشراط الساعة، آفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد في النتيجة معروفة، أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، أن يتطاول الناس هؤلاء في البناء، أن يمر الرجل بالقبر فيتمنى أن يكون مكانه، بمعنى أن يصل إلى درجة من اليأس أنه يكون في مكانه، بمعنى أن هنالك أناس آخر في المقابل، أناس يضيقون بالحياة ويتمنون الموت، هؤلاء هم أناس سكنهم هذا الاكتئاب، لأن الإنسان يحب الحياة، ولكن حينما يصبح الإنسان يحسد صاحب القبر فقد بلغ درجة الاكتئاب، وهذا ليس بينه وبين أن يكون في القبر إلا أن يخاف الله أو لا يخاف. إذا لم يخاف الله ينتحر ويكون في القبر كما هو مروي، وإذا خاف الله تعالى تحمل وصبر حتى يأتيه قدر الله عز وجل.